ابو الارقام اليوم ابدا اخدم غرانتيطا بخمسه لي سوبليمون. هذه اسماء غرانتيطا رويال، فيها الكبده بوليمر دوم كومونبات طون وباتيت فولاي. وابو الارقام قال لك هذه ما تتباعش، درتها هديه لواحد الانسان الجزائر كامل تحبه. ما كاينش اللي ما تلقاش بالفيديو تاعو خونا امين اسكوبار هذاك اللي بير خوات. ابو الارقام دالو زياره خفيفه وحب يكرمو بهذيك الغرانتيطا اللي شفتوها مقبل. الربعه هذه على اسمع خاتم تاع العرس ديالك الاخراني عليا يا ربي الوالد هو شاهد. شوف ها بابا هذا الوالد تاعي يا ربي يحفظه. اليوم زرنا شيكو غرانتيطا في الجزائر يا خويا ابو الارقم خويا صافي ان غرون بليزير ليك الله يبارك حبيبي. شوف كيما نقولوا ما شاء الله حبيبي ما شاء الله، هذه حاجه جديده كيما نقول انا مش نضربوا غرانتيطا سام مي صافي بليزير. عندنا ناس مبدعين في هذا الشيء خويا، شاورما ماليني كبده فيها فولي وحاجه. الحاجه ثاني الهديه اللي بالك اكثر من هذه واللي كيما نقولوا ما عندهاش قيمه وغاليه على كل شويه كلام الله خويا العزيز. والله صافي ان غرون بليزير حبيبي كثر خيرك حبيبي تستاهل صافي بليزير خويا. الله يجزاك الله خير انك دعيتني خونا وجيت لي، هذه تكفيني هذه شرف لي يا اخو الله. هذه شغل فلو اخينا كي تنحى الله يبارك. شوف السلام عليكم حيا لي ما شاء الله يبارك اخو. شوف بسم الله ما شاء الله هاي هذه يا بكر سيبا بريمير فوا يا اخو لي عنده غارونتي لي عنده فيديو والله هذه واعره يا اخو تاع الفولي هذه مردومه فولي مردومه ما شاء الله خاله ابو الارقام حبلتنا حبلتنا ما شاء الله اخوك الا يا اخو الله الله يبارك يا اخو. هذه تاع الطوطاني ماشي سهله زاكي اسمع تقول ما ضرباش بالخبز هذه خويا ماشي خبز ماشي طريه كما طريه باي باي ابو الارقام باذن الله الرابعه والخامسه والسادسه ما كانش ما كانش صح عندي دعاء واحد اخر شباب دوك بابا هو يدعي لي قال لك بعد 10 سنوات يموتوا بين بعض ويجيبوا معنا انا هايل ويدق بابا وهنا خونا امين كتر خيره كرمنا بخواتم بزاف شابين كيما هنا عمي فريد يدرش ويخمم وقيله في الدوزيام. اه ما شاء الله دعاء رب حبيبي الله يعطيك ها هذا هذا طح عليك ما طح يا اسطى ضرب طلعت عليك عمي فريد بابات خونا ابو الارقم الله يعطيك علينا في بخاتم شويه شويه الحمد لله الله نعمه عجباتك عمي الله نعمه خويا العزيز خويا صافي بليزير الله صافي بليزير وعندك وليدك فري خلوي فري انسان شريك يا بك ما من تا خلوي الله يعزك ما من تا خلوي راك جاي بياسه بتزير خويا ابو الارقم بيفتح عليك خونا مرحبا بك من جزاك الله خير وما دابينا تزورنا باذن الله باذن الله نتمنى الامر هذا كيما زورناك تزورنا الله يزورك الله يجزاك الله خير وكرمتنا ما شاء الله وان شاء الله تكون عجباتك الكارنتيكا هذه والله كارنتيكا يا خويا كارنتيكا يا ان شاء الله وليدي ينجح في حياته باذن الله هكذا علاش ندعي له ان شاء الله واني فرحان به صافي بليزير الله ما نقولش نقول وليدك وليدك تزاير كاع تحبوا يا عم الحمد لله يا رب العالمين شنو سامي يحبونيش ابو الارقام طلع النيفو وخدم سنيوه كبيره تاع غرانتيطا سبيسيال اللي فيها خمسه لي سوبليمون وحب يدير تحدي لواحد الاخ معروف عن شعب جزائري بلي ياكل بزاف وغير هو اللي قادر يكملها. خونا سليم الاكل واللي التحدي تاعو اليوم ياكل سنيوه كبيره تاع غرانتيطا بخمسه لي سوبليمون من عند ابو الارقام. معنا خونا سليم الاكل هاي الله يبارك او مع خوتنا كامل او في باب الواد او اللي قادر يكملها سنيوه باذن الله ربي يحفظه وانا معاه الله يبارك. مبدئيا كيف اللي يذبح يا اخي والتحدي هذا كان في المحل تاع باب الواد اللي مقابل مسجد التقوى وكما تعرفوا باب الواد حي شعبي ويموتوا على الهول. الله يبارك شغلك في السطات تقول مولود لعبت اليوم. المهم سليم الاكل بدا ياكل فيها وكان سخونه شويه غبناته مي هكذاك وقال لك نكملها وفي اقل من دقيقتين كان الحق كمل اربع تاع سنيوه. وابو الارقام ثاني كان ينكوراجي فيه ويوصيه باش يدوق كامل لي سوبليمو. دوق قبل كومون بس ثاني هما ثاني حاجه ماشي سهله كاع خليها تبعد. واش رايكم في الناس؟ الحمد لله حركه المباشره في صفحه الباب ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. واش رايكم زعما يقدر يكمل سنيوه غرانتيطا بلي سوبليمون؟ خلونا كومونتير اذا يقدر ايه ولا لا وراح نكتشفوا في الجزء الثاني. اللي قالوا سليم الاكل ما يقدرش يكمل سنيوه سبيسيال غرانتيطا تاع ابو الارقام اللي معمره لي سوبليمون. تبعوا الفيديو حتى الاخر تعرفوا اذا كملها ولا لا. ديجا انا غفلت عليه برك لقيتو قريب يكمل نصها. الله يبارك عليه حط راسه مع سنيوه ما حبش يرفدو. وهاد الخطره فيها اكثر من 8 لي سوبليمون كيما شي دار كومونبر
دجاج مردوم شاورما والطوم. ديجا لي سوبليمون برك راهم تحدي وحده. والغاشي تاع الكاريتوس الله يبارك كان يشجع فيه بصح سالم بدايه ايه مع سخانه تاع الكليما وسخانه تاع الكرانطيطا والغاشي داير به غير سمع اسم صاحبه رجعت له الروح. امين جاء امين اسكوبار اللي يبيع الخواتم يعطي له كودمو. سلام هذيك الدخله تاع براقي سلام. السلام عليكم ورحمه الله. هي حكايه تاع بابا يتكمل الرومبو هذيك وادخل. السلام عليكم. شنو هو كيما هذيك حتى كل بنادم زعما هذه توكل 45 انسان والله يبارك 45 تشبعهم الله يبارك يشبعوا بها يشبعوا بالبيها. سلام عطينا رايك بالنا هي ابو كارصه مخلق يا اخي بالنا حبس احسن الله يبارك خلاص بينت لي خلاص بينت لي ابو الارقام ما تكونش ماكش في كرانتك تكون في بلا غير عاديه. الله اكبر بدنا ماشي تاع كرانتيتا انت هذا تقدر تسميه عشاء باخر. ما قال لك 45 بنادم يضرب ما شاء الله الله يبارك عليه. سليم الاكل قدر يكمل سنيوه مالغري بقاو شويه في ليكوتي بصح نعدلوه سخانه كانت بزاف ومام الكرانطيطا كانت سخونه تقريبا قدر ياكل 90% منها. وبعد التحدي ريح ابو الارقام مع سليم الاكل وخونا امين في جلسه اخويه وابو الارقام مستحيل ينسى الزوجه تاعو وصى خونا امين اسكوبار جاب له خاتم شباب. الله يبارك الله يبارك ربي يبارك لك يا الله كل من نسبك ما عندك تعطيك ولا تعطيك لي خير ربي يحفظك يا محلي هذه في النوم شغل خير الله يبارك يا خير شو بيفح شو الله يبارك شو تدوخ وحدها عليك الله يبارك لي شو سبحان الله يا اخويا الله الله هذا يفتح بلغنا. اللي قالوا سليم الاكل ما يقدرش يكمل سنيوه سبيسيال كرانطيطا تاع ابو الارقام اللي معمره لي سوبليمو. تبعوا الفيديو حتى الاخر تعرفوا اذا كملها ولا لا. ديجا انا غفلت عليه برك لقيتو قريب يكمل نصها. الله يبارك عليه حط راسه مع سنيوه ما حبش يرفدو. وهاد الخطره فيها اكثر من 8 لي سوبليمو كيما شي دار كومونبر دجاج مردوم شاورما والطوم. ديجا لي سوبليمو برك راهم تحدي وحده. والغاشي تاع الكاريتوس الله يبارك كان يشجع فيه بصح سالم بدايه ايه مع سخانه تاع الكليما وسخانه تاع الكرانطيطا والغاشي داير به غير سمع اسم صاحبه رجعت له الروح. امين جاء امين اسكوبار اللي يبيع الخواتم يعطي له كودمو. سلام هذيك الدخله تاع براقي سلام. السلام عليكم ورحمه الله. هي حكايه تاع بابا يتكمل الرومبو هذيك وادخل. السلام عليكم. شنو هو كيما هذيك حتى كل بنادم زعما هذه توكل 45 انسان الله يبارك 45 تشبعهم الله يبارك يشبعوا بها يشبعوا بالبيها. سلام عطينا رايك بالنا هي ابو كارصه مخلق يا اخي بالنا حبس احسن الله يبارك خلاص بينت لي خلاص بينت لي ابو الارقام ما تكونش ماكش في كرانتك تكون في بلا غير عاديه. الله اكبر بدنا ماشي تاع كرانتيتا انت هذا تقدر تسميه عشاء باخر. ما قال لك 45 بنادم يضرب ما شاء الله الله يبارك عليه. سليم الاكل قدر يكمل سنيوه مالغري بقاو شويه في ليكوتي بصح نعدلوه سخانه كانت بزاف ومام الكرانطيطا كانت سخونه تقريبا قدر ياكل 90% منها. وبعد التحدي ريح ابو الارقام مع سليم الاكل وخونا امين في جلسه اخويه وابو الارقام مستحيل ينسى الزوجه تاعو وصى خونا امين اسكوبار جاب له خاتم شباب. الله يبارك الله يبارك ربي يبارك لك يا الله كل من نسبك ما عندك تعطيك ولا تعطيك لي خير ربي يحفظك يا محلي هذه في النوم شغل خير الله يبارك يا خير شو بيفح شو الله يبارك شو تدوخ وحدها عليك الله يبارك لي شو سبحان الله 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 هذا يفتح بلغنا.